إذن مشاهدينا، للمزيد من التعليق والمتابعة بشأن حقيقة إعلان وزارة الداخلية قبضها على سارق أموال الضرائب من مصرف الرافدين، معنا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر النايل. مرحبا بكم سيد عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حياك الله. لما يشكك سيد عبد القادر الناشطون والمدونون في إلقاء القبض على سارق أموال الضرائب؟ ينظرون عليها يعني كأنه ما حدث مجرد مسرحية. يعني من المؤكد أنها مسرحية ساذجة، لأنه كان يفترض بهم اعتقاله في منزله على أقل تقدير، وليس بهذه الطريقة الساذجة. كيف يمكن لشخص مطلوب يراد إلقاء القبض عليه ويخرج من المطار بعد أن تختم جوازاته وتنتظره طائرة؟ ومعلوم تماما أصبح الشعب العراقي يعي هذه القضية، كيف لطائرة أن تهبط في مطار دون أن يعرف لمن تابع وجهتها ومن الشخصية التي تستقلها حتى وإن كانت خاصة؟ لذلك حقيقة أمنيات المطار في كل دول العالم هي أمنيات واضحة المعلومات فيها، لذلك لا يمكن لهذه المسرحية أنه عندما صعد الطائرة تم إلقاء القبض عليه. هذه أولا مسرحية، إخراجها حقيقة ساذج لا ينطري على الكل، وبالتالي هم أيضا ارتكبوا يعني شيئا آخر مقرفا، وهم أنهم يريدون أن يضحكون على الشعب العراقي بهذه المسرحية. ثانيا، هذا الشخص يعني هو واجهة لواجهات فساد كبيرة، وبالتالي من الذي جعله يسرق المليارين ونصف من أموال الضرائب؟ وكيف تم سرقتها؟ وكيف تم سحب المبلغ المالي؟ والأهم من ذلك، هذا المبلغ أين هو؟ هذا المبلغ هل هو خارج العراق أم داخل العراق؟ بالتالي لا يهمنا الشخص بقدر هذه الأموال هل رجعت إلى خزينة الدولة؟ الجواب كلا. وبالتالي إذا ما رجعنا إلى يعني الذين تم إلقاء القبض عليهم من خلال افتضاح أمرهم، وجدناهم أنهم جميعهم خرجوا، وبما فيهم عبد الفلاح السوداني وزير التجارة السابق والقيادي في حزب الدعوة المقرب من نور المالكي، ألم يسرق قوت العراقيين من وزارة التجارة ويدان بمبلغ 4 مليار دولار وبعد ذلك خرج من السجن بعفو خاص؟ لذلك حقيقة كل رؤوس الفساد الأصلية هي خرجت، وهذا سيخرج حاصل تحصيل فقط للتغطية على هذه السرقة الكبيرة، أو ربما يكون يعني كبش فداء. ويعني رب قائل يقول أيضا يعني عملية القبض هذه ربما تكون أول الغيث قطرة يعني للي بدأ حرب جديدة على الفساد في هذه الحكومة الجديدة مثلا، ما رأيك؟ لا يمكن أن يكون أول الغيث قطرة، لأن هؤلاء فاسدون جميعهم، وهم يرتكبون السرقات المالية بشكل واضح تماما، ولذلك لا يمكن الميزانيات الكبيرة التي سرقت من العراق أن يكون لهؤلاء طرفا نزيها. من هو النزيه الذي يمكن أن يحاسب هؤلاء الفاسدين؟ جميعهم بما في حكومة مؤخرة تم إيقاف أكثر من 70 مليار دينار عراقي لمكتب رئيس الوزراء، والمناقلات واضحة تماما حتى من هيئة الإعلام الحكومية، جرى عملية مناقلة مالية، وبالتالي هذه الأموال كلها ليست هناك حسابات ختامية عليها. لذلك لا يوجد هناك جهة أو طرفا ولا حتى القضاء أن يكون نزيها في محاربة الفاسدين حتى يمكن في أمور سياسية لا علاقة لها بهذا الإطار. ولذلك حقيقة رأينا أن ربما يعتقل هيثم الجبوري لتصريحاته السياسية. كل هذه القضية تأتي حتى كبش فداء، وليسوا هؤلاء كبش فداء، هؤلاء سيجري بعد نسيان الموضوع إخراجهم بطريقة أخرى وبطريقة العفو الخاص. يعني تقصد ممكن أن يطلق سراحه بعفو خاص، أو ربما أيضا ربما يهرب كما حصل في مراحل الماضية؟ جميع المعتقلين بقضايا المخدرات وهم مواجهات أحزاب أو ميليشيات أو الذين سرقوا المال العراقي، جميعهم إما جرى تهريبهم أو جرى عملية إطلاق سراحهم بعفو خاص. وبالتالي لا يوجد هناك من بقى في السجن من هؤلاء الفاسدين التابعين للأحزاب والميليشيات، ولذلك لن يبقوا هؤلاء. أنا أؤكد لك أنهم سيتم إطلاق سراحهم لأن الجميع فاسد. والأهم الذي نحن حقيقة في صدد السؤال عليه، هذه الأموال التي سرقت هل رجعت سواء سابقا أو حاليا؟ كل ما جرى هو عملية تسويات سياسية لا علاقة لها بإرجاع
دولارا واحدا او دينارا عراقيا الى خزينه المال العراقي، كلها سرقت وذهبت هباء منثورا. صحيح، وهنا المشكله. اذا كان معنا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.